السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، نواصل الدروس المتعلقة بالتعليق على كتاب الفتن من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وكتاب الفتن هو مهم، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. هذه الفتن سواء كانت فتن شبهات أو كانت فتن شهوات. الفتن كما تعلمون إما أن تكون فتن شبهات، وإما أن تكون فتن شهوات. وفتن الشبهات تؤثر على العقائد، على المناهج، بمعنى أن الإنسان يكون على عقيدة سليمة سوية، فإذا به ينحرف إلى عقيدة باطلة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عن طريق بعض الشبهات التي يلقيها إليه بعض أعداء هذا الدين وهذه الطريقة. فهذه تسمى فتن شبهات. والفرق التي ظهرت والملل التي ظهرت هي من هذا النوع، ظهور الفرق، خوارج، المرجئة والجهمية والمعتزلة وغيرهم في زمننا من الحركة الإلحادية ومن عبدة الشياطين ويعني من الشيوعيين وغيرهم. فهؤلاء تلبس بهم بعض شياطين الإنس وألقوا عليهم شبها، ألقوا عليهم شبها، ولهذا سميت شبهة لأنها تشبه بالحق، يكون لها شبه بالحق، لأن هذا الذي يعني يريد أن ينحرف بك ويجعلك تتبع طريقه يستدل لك بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآن الفرق المنحرفة عن السنة يعني أغلبهم يستدل على انحرافه بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي ليس عنده علم قد ينجر وينساق وراء هؤلاء. ولهذا دواء الشبهات هو العلم، ودواء الشهوات التي هي المعاصي هي التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. شهوة، فتنة الشهوات، شهوة المناصب، شهوة الجاه، شهوة السلطة، التي هي أقوى وأصعب من شهوة المال، ثم شهوة المال، ثم شهوة البطن، وشهوة الفرج. هذه شهوات، معاصي. وصاحب المعصية يرجى له، يرجى له الرجوع والتوبة، لأنه يعلم أنه على باطل وأنه على معصية. بخلاف صاحب الشبهة، هذا يظن نفسه أنه على الحق. الآن الطرائق المنحرفة عن السنة والمذاهب الهدامة يقول لك نحن على الصواب وعلى الحق، أنتم الذين على الباطل، أما نحن على الحق. وإذا جادلته يظنك أنك تجادله على الحق، وتجادله على الإسلام، على القرآن وعلى السنة.
ولهذا كان يصعب على هؤلاء أن يرجعوا إلا إذا كان في قلبهم شيء من الخير وشيء من الإنصاف، ووجدوا عالما أو طالب علم متمكن يحاجهم ويناقشهم، هؤلاء يرجعون. وإلا إذا كان في قلبهم مرض وكان في قلبهم هوى فيصعب الرجوع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأنه هناك حجاب بين المبتدع وبين الحق، غشاوة على عينه، حجاب بينه وبين الطريق الحق، هذا الحجاب هي هذه الشبهات. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وكتاب عظيم جليل، قال: انتفعت بوصية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما أكثر الوصايا التي يذكرها ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في أثناء كتبه. الذي ينظر في كتب ابن القيم يعني ما من كتاب إلا ويقول لك: سمعت شيخ الإسلام، أوصاني شيخ الإسلام، قدس الله روحه، أوصاني، قال لي شيخ الإسلام. هذه وصية عظيمة. قال: مما أوصاني به شيخ الإسلام، قال لي: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، لا تجعل قلبك كالإسفنجة، واجعله كالمرآة الصافية. لا تجعل قلبك كالإسفنجة، إسفنجة هي ديك البونج، تضعها على الشيء تمصه، كان ماء طاهرا نجسا تمتص أي شيء، إذا وضعت على الماء سواء كان نجسا أو كان طاهرا أو كان أي شيء تمتصه. قال: لا يكون قلبك كالإسفنجة، بمعنى أنه أي شيء أي شيء أي شيء تتشربه. قال: ولكن ليكن قلبك كالزجاجة. الزجاج من حيث أولا الصفاء، يكون قلبك ماذا فيه؟ ماذا؟ الصفاء، صفاء العقيدة، صفاء المنهج، صفاء الطريق، صفاء السلوك، واضح. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا المثل أن الحق واضح. الحق ماذا؟ حق واضح، يكون فيه وضوح. والأمر الآخر أن بينك وبين الشبهة هذه الزجاجة، تأتي الشبهة تضرب في الزجاجة وترجع، لا تستطيع ماذا؟ أن تتخلل قلبك. هذه الزجاجة ما هي؟ هي العلم، العلم الشرعي، العلم. الشبهات تدفع ماذا؟ بالعلم الشرعي. لماذا الآن نرى فئة من الشباب اليوم يتبعون الفرق الضالة والمذاهب الهدامة الكفرية عياذا بالله، والحركات الإلحادية الكثيرة؟ ما هو السبب؟ فراغ علمي، ما عندهم علم. يأتي الملحد فيقذف له شبهة في القضاء والقدر لا يستطيع أن يردها، يلقى عليه شبهة في وجود الله تبارك وتعالى، شبهة في الصحابة، شبهة في القرآن، شبهة في الأحاديث. ما عنده علم، شبهة بعد شبهة بعد شبهة، خلاص يصبح هذا الشاب موسوس فينحرف عياذا بالله. لكن إذا عنده علم يأتي بالشبهة فيردها بعلم. ولهذا لماذا رفع الله تبارك وتعالى الأنبياء والعلماء؟ لأن كان عندهم علم يحميهم من الشبهات، وعندهم تقوى تحميهم من الشهوات، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بماذا؟ لما صبروا. بالصبر تدفع الشهوات. المعاصي اليوم محيطة بالشباب جميع النواحي، أي في التلفاز، في الهاتف، في الشارع، في العمل، في الدراسة، مع الجيران، مع الأسرة، مع أينما ذهبت
الفتن محيطة بك، فتن الشهوات محيطة بك، وخاصة فتنة النساء عياذا بالله، وفتنة المال، هذه من أخطر الفتن في زمننا، فتنة المال وفتنة النساء. بماذا تدفع هذه الفتن؟ بماذا ندفعها؟ بالصبر. نحن تعلمنا أول شيء تعلمناه في الأصول الثلاثة ما هو؟ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذه أول شيء نتعلمه في الأصول الثلاثة. أولا العلم، ثانيا العمل بالعلم، ثالثا الدعوة، رابعا الصبر على الأذى فيه. أربعة العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم والصبر على الأذى. وتعلمنا أن الصبر ينقسم إلى ماذا؟ صبر على الطاعة، وصبر ماذا؟ عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة، هذا هو الصبر. صبر على الطاعة، الطاعة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. جلوسكم هذا في هذه الحلقة وفي هذا الدرس يحتاج إلى صبر. كم من واحد منكم ترك أشغال وأعمال وترك مسؤولية وراءه وجاء ليحضر إلى الدرس؟ الحضور إلى المسجد وصلاة الجماعة وغير ذلك يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. اتباع الجنائز، عيادة المرضى، زيارة، هذه كلها تحتاج إلى صبر. الجهاد يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، الزكاة، إخراج المال اللي هو أصعب شيء يحتاج إلى صبر. صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، صبر عن المعصية، وما أكثر المعاصي اليوم، فتنة الشهوات، وصبر على أقدار الله المؤلمة. إنسان قد يصاب، يفقد عزيزا، يفقد حبيبا، يعني قد يصاب بمرض، يصاب بأزمة، لابد هذه أقدار. إذا لابد ماذا؟ أن يصبر الإنسان، أن يصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كيف يوقنون؟ العلم، العلم، اليقين هنا هو ماذا؟ هو العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. بالعلم واليقين، علم زائد يقين يساوي إمامة في الدين، لأن علم يحميك من الشبهات، وصبر يقيك ماذا منها؟ بالصبر واليقين، بالصبر واليقين، صبر زائد يقين يساوي ماذا؟ إمامة في الدين، لأن بالصبر تدفع الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات، وهذان الأمران توفرا في الأنبياء وفي العلماء وفي طلبة العلم المتقين، عندهم ماذا؟ علم وعندهم صبر، عندهم علم وعندهم عمل. العلم هو الذي ماذا؟ هو الذي يدفع عنك ماذا؟ الشبهات. والعمل، العمل بالعلم هو الذي يدفع عنك ماذا؟ الشهوات. لأنه لا يستقيم إنسان يكون عنده علم وما عنده عمل، لا يستقيم. وإذا قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. اليهود عندهم علم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكور هذا في كتبهم، ولكنهم هل اتبعوه؟ لم يتبعوه. ولهذا ماذا؟ من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. كيف قال الآن بعض علماء السوء؟ عنده العلم، عنده العلم، ولكن أين هو العمل؟ وجدناهم دكاترة في الجامعات، مع الأسف
ودكاترة في المعاهد الشرعية يتركون الصلاة لا يصلون. كيصلي الوقت اللي قال لي راسه، الوقت اللي قال لي راسه، ويجمع الصلوات مخير فيهم. كنلقاه كيجمع الصلوات، يجمع الصلوات، وبعضهم تارك للصلاة عياذا بالله. ويدرس ماذا؟ العقيدة والفكر الإسلامي، ويدرس الحديث، ويدرس السنة، ويدرس القرآن وعلوم القرآن تارك للصلاة، ويدرس أصول الفقه تارك للصلاة. تدخين، ترك الصلاة، أي علم هذا؟ كيف؟ لأن المقصود بالعلم هو أنه يزكيك، يزكيك، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أين هو؟ أين هي التزكية؟ التزكية هي العمل بالعلم، أن تعمل ماذا؟ أن تعمل بالعلم كي تزكي نفسك. أما إنسان عنده علم، حتى المشرقون عندهم علم، بل المشرقون عندهم علم يعني أعظم من علم هؤلاء. المشرقون كتلقاه مطلع على القرآن وعلى السنة وعلى اللغة، ويطعن في الإسلام، يطعن في الإسلام من داخله، أما عام العلم، ولكن المشرق كافر لا قيمة له. إذا لابد ماذا؟ علم مع ماذا؟ مع العمل، علم مع العمل. ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين بهذين الأمرين، بالعلم والعمل. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا، فرق، مناهج، أفكار. إنسان يتيه، حق مع من؟ مع من؟ الكل يدعي وصلا لليلة، كل يدعي كتاب والسنة والإسلام. ماذا قال النبي؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. جوج الأوصاف، الراشدين المهديين. لكن دوزوا على هذه الكلمات، لكن ما كنتابوش اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي ماذا؟ جوامع الكلم. يعني من اللي تيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة تدبرها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بصفته الرشد والهداية، الرشد والهداية. ما هو الرشد؟ الرشد هو العمل، العمل ماذا؟ بالعلم. والهداية هنا هي العلم، كي العلم. إذن عندهم علم وعندهم ماذا؟ عمل. عندهم علم وعندهم عمل. ولهذا الله تبارك وتعالى نفى نقيض هاتين الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم، كيف ما ضل؟ ما ضل كاين العلم، كاين العلم. ما ضل صاحبكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما ضل الضالين، لماذا قيل عنهم بأنهم من الضالين؟ ما عندهم علم، يعبدون الله عن ماذا؟ عن جهل. يعبدون الله عن جهل. ما ضل صاحبكم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضل كاين العلم، وما غوى كاين العمل. الخلفاء
الراشدين المهديين. ما ضل صاحبكم وما غوى. القوة العلمية والقوة العملية. وكلما ترقى الإنسان في هاتين القوتين كلما عظمت منزلته عند الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات. فيتفاوت الناس في هاتين القوتين، في القوة العلمية والقوة ماذا؟ العملية. فينبغي ماذا؟ أن ترقي نفسك، تتعلم حتى تقوي هذه القوة العلمية عندك. طلب العلم، يدرس، طلب العلم على العلماء، على المشايخ، قرأ الكتب، كون عندك برنامج، ثم ماذا؟ ثم تعمل بالعلم. تعمل ماذا؟ تعمل بما تعلمته. إذن كتاب الفتن موضوعه مهم في هذا الزمن. احنا ما كرهناش الكتاب الفتن يدرس في كاع المساجد، يفتح فيها كتاب الفتن، لان هذه الفتن التي الان المحيطه بنا الان علاجها ودواؤها في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وذا العلماء الفوا لنا كتب سموها كتب الفتن، بحال البخاري كتاب الفتن، امام مسلم كتاب الفتن، نعيم بن حماد كتاب الفتن، أبو عمرو الداني مقرأ كتاب الفتن. علماء ألفوا كتب خاصة بالفتن، يحذروننا ماذا؟ من الفتن، وكيف نتعامل مع الفتن. فقه كتسمى ماذا؟ فقه التعامل مع الفتن. عندما تأتيك الفتنة عندك الحمد لله كيف؟ لا تخاف، عندك كيف تتعامل معها. توقفنا عند باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، ياك السي حسن ذكرنا هذا. والمقصود بهذا الباب ما يتعلق بقضايا الطاعة والولاء لولاة الأمور. إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، يعني أنه ماذا؟ أنه يقول لك سمعنا وأطعنا، السمع والطاعة. فإذا خرج ماذا تجده؟ ماذا يغمس في ولي الأمر ويطعن في ولي الأمر وقد يخرج عليه. هذا هو المقصود، هذا هو ماذا هو المقصود. ولهذا جعله بعض السلف جعله من النفاق، جعل هذا من النفاق. كيف تقول أنا أطيع وأسمع و ثم إذا خرج لا تعمل بما قلت، تطعن في ولي الأمر وتحرض عليه وتخرج عليه. بعض السلف جعل هذا ماذا نوع من أنواع النفاق كما سيأتي معنا من كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه. نعم تفضل السي حسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. نعم. ثم ساق المصنف رحمه الله كلام حذيفة بن اليمان. وحذيفة بن اليمان كان متخصصا في أحاديث الفتن، لأن الصحابة كان فيهم تخصصات. هناك من هو متخصص مثلا في القرآن كأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود أبي بن كعب وغير بعض الصحابة، وهناك من كان متخصص في حفظ السنة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهناك من كان متخصصا في ماذا؟ في أحاديث الفتن، منهم حذيفة بن اليمان. وده عندما كان عمر رضي الله عنه كان جالسا مع الصحابة فقال لهم: من يحدثنا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه عنه في الفتن؟ فقام حذيفة
فقال له عمر: أما إني علمت أنك عليها لجريء. عرفتك أنت اللي غتنوض تكلم. حيت حذيفة كان متخصص في أحاديث ماذا؟ في أحاديث الفتن. ولهذا خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث ما قالها لغيره، وخصه بأسماء المنافقين ما قالها لغيره، حتى قيل عنه ماذا؟ صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب سره، أي كان يعلم ماذا؟ أسماء المنافقين. وهذه من الفتن، هذه ماذا؟ من الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان توفى سنة 38. إن المنافقين اليوم شر منهم في ذلك الزمان، في القرن الأول. كيف لو عاش حذيفة ماذا في زمننا؟ إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المنافقين الذين كانوا في زمن حذيفة هم شر من المنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: كانوا يومئذ يسرون، أي يسرون بالكفر، فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم. تلقاهم هو منافق خيف أنه يظهر الإسلام ويبقى لنفسه. قالوا: أما اليوم، أي في زمني، فإنهم ماذا؟ فإنهم يجهرون، بمعنى أن كفرهم وفسقهم ليس محصورا عليهم وحدهم، وإنما ماذا؟ يتعداهم إلى غيرهم. وكما هو نشاهده اليوم، تجد بعض المنافقين من أصحاب الأقلام المسمومة يطعن في دين الله تبارك وتعالى جهارا بالعلن في الجرائد وعلى الصفحات في الفيسبوك وفي المواقع انترنت وغيرها الكفر الصريح، ويجي في الأخير يقول لك: كتبه محمد بن عبد الله، أو كتبه عبد الرحمن بن فلان، أو كتبه أحمد بن فلان. أسماء عربية إسلامية، ولكن السم القاطع يتلفظ به، والكفر الصراح ما بقاش غير ذاك. لأنه يعني لماذا المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون؟ لأن الدولة كانت قوية، الدولة كانت ماذا؟ قوية. لكن عندما ضعفت شوكة الإسلام انبار هؤلاء إلى العلن. ملي كتكلم معاه يقول لك: أنا مسلم. يقول لك: أنا ماذا؟ أنا مسلم. يطعن في الله، ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعن في الصحابة، ويطعن في البخاري، في كتب الحديث. الطعن الصراح، الكفر المبين. وملي كتناقش معاه يقول لك: انت باغي تكفرني، انا مسلم، تريد ان تكفرني، انا مسلم. يقول هذا الكلام. طيب، هل المسلم يقول هذا الكلام؟ هل المسلم يطعن في الله عز وجل؟ هل المسلم يطعن في السنة ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بأن خطابات النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في طياتها الإرهاب؟ عندما كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك زمانه ويراسلهم ويكتب لهم الكتب، قال أحدهم: عندنا في المغرب، قال: هذه الخطابات فيها ماذا؟ فيها دعوة إلى الإرهاب. سبحان الله، سبحان الله. يرمي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بهذه الجريمة النكراء. ويطعنون ماذا؟ يطعنون في أبي هريرة
صحابي الجليل ويزعمون أنه لم يكن صحابيا. هذه قالها واحد معنا في من المغرب في الدار البيضاء اسمه مصطفى، مصطفى ويدرس ماذا؟ علوم القرآن. مصيبة هذه، كارثة عظمى. يدرس علوم القرآن، ماذا قال؟ قال أبو هريرة ليس بصحابي، ولف كتاب سمى أكثر أبو هريرة. هل بغى يقول أبو هريرة كتر كتر بزاف، أكثر أبو هريرة. سبحان الله، كيف أكثر أبو هريرة؟ أبو هريرة عندما يعني ننظر نجد أنها ما حفظه هو ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت أتيت طعنت في الأحاديث، نفيت عنه الصحبة، نفيت عنه الصحبة الكلام، ما قاله حتى المشرقون أعداء الإسلام، ما نفوا عنه الصحبة. طعنوا في أحاديثه نعم، ولكن ما نفوا عنه الصحبة. المنافقون اليوم شر من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا خلاد حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. بعد الإيمان، نعم بعد الإيمان. نعم. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث حذيفة كذلك، إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن النفاق يكثر عندما تكون الدولة الإسلامية قوية، ملي كتكون الدولة كيظهر كيبرز النفاق، ويكون ماذا؟ سري، يكون ماذا؟ سريا. لكن عندما تضعف، يضعف الإسلام، تضعف الدولة الإسلامية، يعني في هذه الحالة هذه تولي ماذا؟ تولي النفاق الصريح، الكفر المبين الصريح، تبقاش داك الشيء إنسان يسره في نفسه، لا، يصبح ماذا؟ يجهر به. قال إنما كان النفاق، أي كان النفاق موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. وفي رواية من رواية البخاري إنما هو الكفر أو الإيمان، الكفر ماذا؟ أو الإيمان. بحال اليوم في زمان ديالنا، إما كفر وإما ماذا؟ وإما إيمان. خلاص، مابقاش دوك المنافقون الذين يسرون يظهر لك الإسلام ويبطن الكفر، لا، أصبح الآن يعني يظهر لك الكفر بالعلن ويقول لك ماذا؟ حرية التعبير وحرية المعتقد وحرية التفكير. وعندما تعرض عليه عقيدتك ومنهجك الصحيح السليم يطعن فيك. إذا أين هي الحرية؟ تقول الحرية، لا أنا حر، ما دمتم تقول الحرية، الحرية للجميع، فكيف يعني الحرية لك أنت فقط؟ مثل أما ما نسمع حقوق الإنسان، حقوق الإنسان عندما نسمعها، ما الذي يقع الآن في فلسطين ويقع في السودان ويقع في سوريا وفي العراق وغيرها من التقتيل والاعتداء على الأعراض وعلى الأنفس، أليس هذا من حقوق الإنسان؟ من أعظم حقوق الإنسان حق الحق في الحياة، الاعتداء على حياة الناس، هذه من أعظم الحقوق التي جاء بها الإسلام. لكن عندما يعني يقتل واحد منهم، أي من اليهود أو كذا، هذا يتنافى مع حقوق الإنسان، يتنافى مع، سبحان الله، تقتلون شعبا بكامله ولا قيمة لحقوق الإنسان، وتقيمون الدنيا ولا تقعدونها بسبب قتل واحد من الكفار. أين هو الميزان؟ إذن هذه حقوق الإنسان، الإنسان الغربي ليس المسلم، حقوق الإنسان لهم، أعديالهم هذيك، لأن هذه القوانين وضعوها لصالحهم، لأن كانت حقوق الإنسان للجميع، لأن الإنسان للاستغراق كل شيء، ماشي الإنسان المعهود
الانسان ماذا؟ الالف واللام العهديه المعهود ديالهم، ماشي جميع الناس. اذا هذه المصطلحات يلعبون بها مع الاسف. اذا اليوم ماذا؟ اما كفر واما ايمان. يعني حتى ذاك النفاق اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخفيا، اصبح اليوم ماذا؟ ظاهرا، اصبح ظاهر. صافي، ولا اما الكفر واما ماذا؟ الايمان. باب لا تقوم الساعه حتى يغبط اهل القبور. حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. نعم، وهذا من الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. والغبطة هي تمني حال المغبوط مع بقائها له، هذه الغبطة. أخوك عنده علم، تتمنى أن يكون عندك علم ولا يزول عنه العلم، يبقى تسمى هذه ماذا؟ غبطة. أخوك عنده المال، تتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده من المال ولا يزول عنه المال، لأنه إذا تمنيت زواله عنه وخصه لك بنفسك أصبح حسد، أصبح حسدا. كاين الحسد وكاين ماذا؟ الغبطة. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وحصولها لك، وقد لا تحصل لك، المهم تمنى أنها تزول عن غيرك، خلاص المهم يبقاش عنده الفلوس، يبقاش عنده السيارة، ما تبقاش عنده كذا، هذا حسد. أما الغبطة لا، تتمنى ماذا؟ تتمنى حال المغبوط في العلم في المال في كذا مع بقاء النعمة له. لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، يعني الإنسان يتمنى يكون مكان صاحب القبر، يكون ميت. هذا غير جهة الزمان، وربدا بدأ الناس اليوم أصبحوا ماذا؟ كيتمنى الموت، يقول لك يا ربي يعني الموت، عندما تحيط به المشاكل وتحيط به الهموم يتمنى ماذا؟ يصبح ماذا؟ يريد الموت، يريد ماذا؟ قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، أي كنت ماذا؟ ميتا. متى هذا؟ قال العلماء: هذا عند ظهور الفتن، عند ظهور ماذا؟ على ظهور الفتن. ولهذا ورد عند الإمام مسلم الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، يتمرغ على القبر ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. أي ليس الداعي له من تمني يعني الموت تدينا ورغبة في لقاء الله عز وجل، لا، وإنما ماذا؟ كثرة البلاء، كثرة ماذا؟ البلاء عليه، فيصبح ماذا؟ يتمنى ماذا؟ يتمنى الموت. قال ابن بطال أحد شراح البخاري من المالكية، عنده شرح البخاري ابن بطال المالكي رحمة الله عليه، كان من علماء القرن الخامس، قال: يغبط أهل القبور ويتمنى الموت عند ظهور الفتن. عند ظهور ماذا؟ عند ظهور الفتن، كثر الفتن على الناس، تولي الإنسان بغي يموت. وإذا قال ابن مسعود الصحابي الجليل، لأن هذا المعنى تشربه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال ابن مسعود: سيأتي عليكم زمان والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأخذ بوصايا ابن مسعود، انتبهوا لها جيدا، وصايا ابن مسعود
قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بعهد ابن أم عبد. عليكم بعهد ابن أم عبد، يعني ما قاله ابن مسعود طبقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. تقول الإنسان باغي يشري الموت بالفلوس ما تلقاهاش، باغي يشري الموت بالفلوس. وهذا حاصل لبعض الناس، قد يحصل لبعض الناس، تولي باغي يموت خلاص صافي، كثر عليه البلاء من جميع النواحي. ويدل ما على ماذا؟ لان احيانا بعض الناس فعلا يتمنى الموت، وقد يكون من الصالحين. لماذا يتمنى الموت؟ حتى لا يعني يرى الفتن المتكاثره التي ستاتي بعد. تولي باغي ماذا؟ تولي باغي تهنى من هذه الفتن، ماشي باغي صافي خلاص باغي تهنى من الدنيا، لا، باغي تهنى ماذا؟ من الفتن. يخاف على نفسه، يصبح يخاف على نفسه كما سياتي معنا. وعن يحيى بن ابي كثير اليمامي احد العلماء الحديث الكبار، الذي قولته التي سطرها الإمام مسلم في المقدمة الصحيح: لا ينال هذا العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة ماذا؟ الجسد. العلم لا يطلب بالخمول وبالكسل، لا، العلم يحتاج إلى نصب وإلى تعب وإلى جهد إلى صبر. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. لا بد، لن تنال المجد حتى تلعق الصبر. ما يمكنش إنسان يوصل، لا بد يكون. قال يحيى بن أبي كثير: دخلت على أبي سلمة بن عبد الرحمن. من هو أبو سلمة عبد الرحمن؟ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أحد الفقهاء السبعة اللي كانوا في المدينة، أحد الفقهاء ماذا؟ السبعة الذين كانوا بالمدينة. كان منهم سعد بن المسيب، كان منهم يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كان منهم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم، كانوا سبعة. قال: وهو مريض. أبو سلمة هذا الفقيه، فقيه المدينة، مريض. فقال لي، قال له: إن استطعت أن تموت فمت. إلا عندك القدرة أنك تموت، ما عندناش القدرة. فوالله ليأتين زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. تقول الإنسان يتمنى الموت، لماذا؟ صافي تقول لك هنيئا له، هنيئا له. وإلا كما ذكرنا الأصل هو أن الإنسان لا يتمنى الموت، ده هو الأصل. لأن طول العمر مع العمل الصالح هذا أمر مرغب فيه، أمر ماذا؟ مرغب فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وده حتى بعض العلماء قال: لا تدعو للإنسان بطول العمر هكذا مجرد، لا، قل اللهم أطل عمره في طاعة الله، ماشي الله يطول في عمرك، أطال الله عمرك. أطال الله عمرك في ماذا؟ قد يكون طول العمر له يعني مشكلة مصيبة، ولكن تقيد تقول أطال الله عمرك في طاعته، أطال الله عمرك فيما يرضي الله. نعم تقيدها ولا تقولها ماذا؟ بإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، كما عند الإمام أحمد. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. ولهذا ورد النهي
عن تمني الموت لضر حصل لك، ورد فيه النهي كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به لضر نزل به. لضر ماذا؟ نزل به. لا يتمنى، رواية أخرى: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يسترضي الله بالتوبة. إذن لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، هذا فيه النهي. إذن لا يجوز ماذا؟ تمني ماذا؟ تمني الموت لضر نزل بك. كنقصد بالضر ماذا؟ الضر الدنيوي، الضر الدنيوي، إنسان ضاقت به الأمور ماديا وكذا وهذه والأمراض وغيرها، الأمور ديال الدنيا. ولهذا ورد التقييد، حتى الإنسان بغى يتمنى الموت يقيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا، هدوه فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. صافي، الحديث الصحيح. انت لا بغيت انسان يدعي بالموت، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة ماذا؟ خيرا لي. أما الإنسان يطلب الموت كي يستريح من مشاكل الدنيا، تقول: يا ربي نموت، يا ربي نموت، صافي، ده لا يجوز، لأنه يظن ماذا؟ أن الموت يريحه أو يريحه، ده خطأ. وإذا عندما جاءت عائشة أم المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، فلانة ماتت واستراحت، ماتت واستراحت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. الحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح. إنما يستريح ماذا؟ من غفر له. من غفر فلا راه صابر ارتاح. أي لا كان شي واحد صالح وكذا، نعم، لا كان أحد الفسقة، بالعكس هذا مستراح منه، كما في الحديث: مستريح أو مستراح منه. مستريح إذا كان صالحا، ومستراح منه إذا كان ماذا؟ إذا كان صاحب شر، هذا ماذا؟ يستراح منه، خلاص تهناش منه ماذا؟ تهناش من الدنيا. ولهذا هناك حالات كما ذكرنا يشرع فيها تمني الموت، منها أن يخشى على دينه من الفتن، يخشى على دينه ماذا؟ من الفتن. فهنا يجوز ماذا؟ أن يتمنى الموت ويقيده: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وإذا ورد في الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إنسان يدعي بها الدعوات، يدعي ماذا؟ بهذه الدعوات. ولذا كان السلف، يعني منهم جماعة، منهم عمر رضي الله تعالى عنه في قولته المشهورة عندما كبر، قال: اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. هذا كلام عمر. كبر سني، ضعفت قوتي، انتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. كانوا يتمنون الموت، يعني خوفا ماذا؟ خوفا من الفتن التي ستأتي. وإذا قال ابن المسيب عندما قال عمر هذا الدعاء: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر، ما كمل شهر، لم يكمل ماذا؟ شهرا
فقتل حسبه شهيدا عند الله تبارك وتعالى. كذلك من الأمور التي يجوز فيها تمني الموت وهو تمني الشهادة. تمني ماذا؟ الشهادة في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إذن يتمنى أن يرزقه الله ماذا؟ الشهادة ماذا فيه؟ في سبيل الله. هذا من التمني المشروع، تمني الموت ماذا؟ يعني المشروع. ومن ذلك القصة التي تعرفون جميعا، قصة الإمام البخاري رحمة الله عليه. البخاري رحمه الله ضاقت عليه الدنيا في الأخير عندما رحل إلى نيسابور وطلبه شيخه محمد بن يحيى الذهلي، وشيخ البخاري كان بنيسابور، وطلب من البخاري زيارة نيسابور. البخاري كان في بخارى وذهب إلى نيسابور، وفرح بأهل نيسابور وكذا، حتى أنهم يعني أفرشوا له الأرض بالحلوى وبالزهور. وخرج نيسابور عن بكرة أبيه للقاء الإمام البخاري، ومجلسه يعني أصبح غاصا بالعلماء والعوام وطلبة العلم، وحسده بعض الشيوخ منهم محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله شيخه، حسده لأنه رأى الحلقة انفضت إلى الإمام البخاري. فأرادوا ماذا؟ أرادوا يعني أن يلفقوا له تهمة، تهمة خطيرة عقدية، وهي قضية ماذا؟ قرآن مخلوق أو غير مخلوق أو نحو ذلك. فأرسلوا رجل وسأل البخاري رحمه الله، فقال له: هل القرآن مخلوق؟ فقال البخاري: أفعالنا مخلوقة وأقوالنا من أفعالنا، أفعالنا مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، أفعالنا مخلوقة وأقوالنا من أفعالنا. فظنوا أن البخاري يقول ماذا؟ أن القرآن ماذا؟ مخلوق. ما شوف سوء الفهم، سوء الفهم. لأن لو كان واحد أمل مداخلة سيحكم على البخاري بأنه ماذا؟ جهمي، جهمي، ولا يستفصل عن البخاري. البخاري له الرد عن الجهمية في كتاب التوحيد صحيح البخاري، وعنده كتاب سماه خلق أفعال العباد يرد فيه على الجهمية. وعن إذا عندك البخاري يرد على الجهمية وهو عدو الجهمية، قال هذه الكلمة ينبغي أن نحملها على المحمل ماذا؟ المحمل الحسن، لنعلم من هو البخاري. هذا هو الإشكال الذي يقع فيه الآن، يعني جماعة المداخلة مع الأسف وجماعة الغلو في الجرح والطعن في العلماء، هذا هو الإشكال، أنهم لا يحملون كلام العلماء، علماء السنة لا يحملونه على المحامل الحسنة. لأن ابن القيم رحمه الله يوصينا، يقول: إذا أردت أن تحكم على قولة أحد فانظر إلى طريقته، إلى منهجه، إلى سلوكه، إلى كتبه، إلى طلبته، صدرت منه كلمة، هذه الكلمة نحملها على منهجي وعلى سلوكي وعلى طريقتي. أبو إسماعيل الهروي معروف صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. أبو إسماعيل الهروي له كلمات في المنازل لو عرضناها على هؤلاء من الغلاة يخرجونه من الإسلام، ليس من السنة فقط، من الإسلام. عندما قال: ما وحد الإله من واحد إن كل من وحده جاحد، ما وحد الإله من واحد، يعني أراد كلامه يوحي بوحدة الوجود، عقيدة الصوفية الغلاة. ما وحد الإله من واحد، يعني توحد من واحد، إن كل من وحده جاحد، يعني ما كيش، يعني كل ما تراه والله. هذا ظاهر البيت، ظاهر ماذا؟ البيت. لأن عندما يقول العالم هذه الكلمة إذا وجدنا لها محملا حسنا نحمله عليه، إذا ما وجدنا معنى حسنا نرد اللفظ ونقول أخطأ وانتهى الأمر.
نرد اللفظ ونقول ماذا؟ أخطأ. إذا كان لها محمل حسن نحمله عليه، لكن اللي كتكون صعب أنك تحملها، أنك تعيم الدور نا 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 ما وجدت، فهنا نقول يرد عليه هذا الكلام، يرد عليه أخطأ. وإذا ابن القيم رحمه الله فيما في كتابه مدارس السالكين أحيانا يحمل كلام أبي إسماعيل على المحمل الحسن، ولكن في بعض الأحيان لا، مثل هذه القضية قال أبو إسماعيل حبيبنا والحق أحب إلينا منه، وقد أخطأ في هذه، صافي انتهى الأمر، أخطأ. هل أخطأ أخرجه من السنة؟ هذا هو الإشكال اليوم. الجماعة اليوم، جماعة الغلاة اليوم، أخطأ تساوي عنده ماذا؟ الخروج من السنة. خلاص أخطأ في كذا في كذا في كذا، صافي خرج من السنة. هذا هو الميزان المعكوس، الميزان الظالم هو هذا، أنك ماذا؟ تخرجه من السنة بالخطأ والخطأين. والإمام الذهبي رحمه الله قال لو أن كل من أخطأ أخرجناه من السنة ما بقي لنا أحد. هل هؤلاء العلماء لا يخطئون؟ العالم يخطئ، ما من عالم، كلمة كان يرددها الشيخ الألباني رحمه الله، كان يقول ما من جواد إلا له كبوة بل كبوات، ما من عالم إلا له وله خطأ بل أخطاء، له زلة بل زلات، ولكن هل هذه الأخطاء تخرجه من دائرة السنة؟ لا، لا تخرجه من دائرة السنة. ابن القيم لماذا لم يخرج أبا إسماعيل من السنة؟ لأنه يعلم من هو أبو إسماعيل، له كلام جيد في المنازل على التوحيد، وله كتاب عظيم في 9 مجلدات سماه ذم الكلام وأهله، سماه ماذا؟ ذم الكلام. الكلام يرد فيه على الفرق الجهمية والمعتزلة وعلى الخوارج وعلى الفلاسفة وعلى المتكلمة، سماه ذم الكلام وأهله، كتاب رائع يرد على هؤلاء الفرق. وكان معروفا بنصرة السنة، وكان يجهر بالسنة، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في السنة والبدعة، معروف. إذن ابن القيم نظر إلى هذه الأمور كلها، إلى كتابه، إلى دعوته، إلى تلامذته، فهنا ماذا؟ حكم عليه بأنه من أهل السنة، أخطأ في كذا وكذا، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. فالبخاري رحمه الله قال هذه الكلمة، قال أفعالنا مخلوقة وأقوالنا من أفعالنا، فقالوا إذن يقول القرآن مخلوق، وقامت عليه ضجة في نيسابور، وانصرف عنه الناس، وخرج حزينا، خرج حزينا، ذهب إلى بلده، ذهب إلى بلده. عندما وصل إلى بلده قال له يعني أمير بخارى في ذاك الوقت أحمد بن خالد البخاري، قال له أريدك أن تأتي إلى قصري وتدرس أبنائي كتابك الصحيح. فالبخاري قال له أنا لا آتي، إذا أحببت أن أدرسك كتابي الصحيح وأسمعه لك ولأهلك فاحضر معي المسجد. العلم يؤتى ولا يأتي، أنا لا أذل العلم، لا أذل ماذا؟ العلم، مش نقرأ عندك في القصر نخلي الناس، إذا أردت أن تقرأ تعال مع الناس. فحصل شنآن بين البخاري وبين أمير بخارى، بين أمير بخارى، فخرج البخاري، خرج من بخارى إلى واحد القرية اسمها خرتنك سمرقند، ومشت من ذلك الساعة، وهو في إحدى الليالي قام الليل، أهل نيسابور ماذا فعلوا له؟ والي بخارى كيف تصرف معه؟ وألب عليه الناس، قام الليل
ورفع يدي إلى السماء وقال اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، ما مر شهر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. إمام البخاري عليه رحمة الله الذي يعني اسطر لنا يعني هذا الباب، لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف هنا، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله نتم ما تبقى من أبواب هذا الكتاب العظيم. أقول ما سمعتم وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Ahem.